مباراة شباب الساحل والإخاء عليه هدف الإخاء الأول لا وجود لأي تسلل وقرار صحيح من الحكم المساعد. مطالب من الساحل بركلة جزاء، الحكم تابع اللعب وكان معه حق، الكرة ارتدت من جسم اللاعب. مباراة النجمة والسلام صغرطة، مطالب من النجمة بركلة جزاء، الحكم تابع اللعب وكان معه حق اللمس إذا وجد غير متعمد. الحكم ألغى هدف للسلام صغرطة بداعي وجود خطأ، قرار خاطئ لا وجود لأي خطأ على الحارس وكان يجب احتساب الهدف. مطالب من النجمة بركلة جزاء، الحكم تابع اللعب وما كان معه حق، مدافع السلام تدخله كان على المهاجم وكان يجب احتساب ركلة جزاء للنجمة. ركلة جزاء احتسبت للنجمة، قرار صحيح من الحكم، الخطأ موجود من المدافع مثل ما عم نتابع. مباراة تضامن صور والراسنج، لعب التضامن ضرب ونفسه من دون كرة وكان يستحق الطرد، لعب الراسنج من بعدها عاد وضرب لعب التضامن بدون كرة أيضا وكان يستحق الطرد والحكم تابع اللعب. مباراة الصفا والنبشيت، ركلة جزاء للنبشيت، قرار صحيح من الحكم، العرقة واضحة من المدافع على المهاجم. انذار تاني لمهاجم الصفا وطرده بسبب التحايل داخل منطقة الجزاء، قرار صحيح من الحكم.